طبعا هو راجل عسكري وراجل قيادي وراجل سياسي وكل حاجة، وله اتصالات خارجية وكل حاجة يا باشا. أمال إيه؟ السيسي أمال إيه؟ مش حضرتك، إحنا علاقاتنا بالدول 10/10 والحمد لله، والخير كتير والوارد والصادر والدنيا كلها ماشية. هو سد النهضة بقى جه بقى في أوقات مش مظبوطة بين حضرتك فعلا، وانتزوها فرصة في أيام الريس والدنيا كانت مش مظبوطة. فهو طبعا الرئيس بقى بيجيب حقنا بالأول بالسياسة وبالقانون وبالدول والقانون الدولي، وبيحاول إن هو، والحمد لله برضه يعني نسبة المياه حلوة مش وحشة. أنا بقول لك والله الحمد لله السنة دي المياه حلوة معقولة. زي يا باشا، ما احنا لو سيبنا هنضيع هنموت. لا، هو احنا من غير المياه هنعيش؟ هنعرف نزرع؟ هنعرف نطلع رز، نطلع ذرة للناس تاكل؟ احنا على ما نفرطش في نقطة مياه طبعا. ربنا يوفقه يا رب. طبعا المية شيء مهم وضروري لكل الكائنات الحية. الماء شريان الحياة، وربنا سبحانه الله وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالمية دي مهمة لجميع الكائنات الحية، وإحنا بنأيد الحكومة ونأيد الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على المياه والحفاظ على نهر النيل. ملفوف من النيل واشرب. حلوة المية لو مصرية، حلوة المية لو مصرية. يا سلام على النيل وحلاوة النيل وطعامة النيل. من حقنا ان احنا نفدي نيلنا بارواحنا بحياتنا. لازم نأيد رئيسنا عشان يحافظ على النيل ده. وصدق اللي قال: حلوة المية لو مصرية وملفوف من النيل واشرب. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا هبة النيل. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاج حمام علي عمر المشهور بالفلاح الفصيح، اللي انا مبسوط منها جدا اني انا اكون الفلاح الفصيح. واحنا النهارده في وسط النيل، في نيل مصر العظيم، مصر اللي هبة النيل، والنيل بيجري حوالينا واحنا ما استغناش عن النيل، وده شريان حياه ومهم جدا بالنسبه لنا. فعشان كده بنقول لسياده الرئيس، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن معك قلبا وقالبا ومضمونا. كل الإجراءات وكل التدابير وكل القرارات الحاسمة اللازمة اللي تاخذها بشأن أمننا المائي، بشأن نيلنا العظيم، بشأن لقمة عيشنا، بشأن حياتنا، عشان أولادنا، عشان مستقبلنا، وده النيل اللي احنا تربينا عليه وهنعيش عليه على طول بإذن الله تعالى، نقدر نحميه. وإحنا معاك يا ريس في كل قرار سيادي تاخده، في كل رأي تاخده، فوضناك، احنا مفوضينك من زمان في كل حاجة. بنجدد لك الثقة وبنجدد لك التفويض في حماية نيلنا، في أمننا الوطني، في الحفاظ على مياهنا، في الحفاظ على حقنا من المياه النيل ديت المهمة جدا، اللي احنا في أشد الاحتياج ليها. احنا اخواتنا الأفارقة واخواتنا الدول الإفريقية، واحنا عاوزين نعيش كويس. لا، لكن حقنا خط أحمر، نصيبنا في المية خط أحمر. احنا عموم المزارعين وعموم الفلاحين واهل مصر الطيبين اتعودنا نقوم من الصباح الباكر لغاية اخر النهار، لازم نمسي ونصبح على زراعتنا. زراعتنا دي لو ما كانش فيها ليها مية تنبت منين؟
تكبر منين؟ تجيب ثمره منين؟ تجيب زرع منين؟ دي قوام قايم عليها اولادنا وقايمين عليها احنا الكبار والصغيرين ومواشينا ودواييننا وطيرنا كله من زراعتنا، فلا بد ان احنا نحافظ على الميه عشان نحافظ على الزرع ده. الزرع ده لو ما كانش ليه ميه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الزرع ده محتاج للميه، محتاج على طول الميه، فلو ما حافظناش على الميه يبقى ما فيش عندنا زرع، يبقى ما فيش مقومات حياه. فاحنا بنأيد الريس في كل اجراء ياخده من اجل الحفاظ على ميتنا، من اجل زراعتنا، من اجل قوت اولادنا. فاحنا محتاجين وزراعتنا محتاجه، اولادنا محتاجين، ثروتنا الحيوانيه محتاجه، طيورنا محتاجه، وكلنا محتاجين الميه. فالميه دي حياه او موت، فلازم نحافظ عليها. معاك سياده الرئيس على طول الخط، وزي ما بنقول ميتنا ديت والحفاظ عليها خط احمر، امننا القومي، امننا المائي، فلازم ان احنا نحافظ عليه. معاك سياده الرئيس قلبا وقالبا، والى الامام سر ان شاء الله على بركه الله. من حقنا ان احنا نفدي لنا بارواحنا بحياتنا، لازم نأيد رئيسنا عشان يحافظ على النيل ده. وصدق اللي قال حلوة المية لو مصرية، واملك خوفي من النيل واشرب. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا هبة النيل.